ما هي الشيخوخة؟ لو هنحط تعريف مبسط للشيخوخة نقدر نقول إن هي عبارة عن ضعف وتدهور تدريجي في العمليات البيولوجية في الجسم. يعني بشكل مختصر بنتكلم عن ضعف عمليات التجدد والإصلاح، ما يؤدي لتدهور في وظائف الأعضاء الحيوية زي الكبد والكلى والقلب والدماغ والجهاز العصبي والجهاز المناعي مثلا. فلما تبدأ وظائف الأجهزة دي في التدهور والتراجع بتبدأ تظهر علينا أعراض الشيخوخة المتمثلة في الأمراض اللي بيطلق عليها مزمنة، واللي كانت زمان مرتبطة بالتقدم في السن لأن ما كانش معتاد الإصابة بيها في سن الشباب. طبعا دلوقتي الكلام ده اتغير، فالشيخوخة فعليا هي عملية مش مرتبطة بسن قد ما هي مرتبطة بمدى قدرة وكفاءة الجسم في القيام بعمليات التجديد والإصلاح. فلو لقينا مركب طبيعي يقدر يحارب كل المشاكل اللي بتحصل في الجسم فتؤدي لحدوث عملية الشيخوخة، أنا أول واحدة هبدأ بيه، عشان أنا مش ناوية على بوتوكس ولا فيلرز ولا ناوية أخد أدوية لأي سبب بصراحة، فمش من مصلحتي إن أنا أتجاهل حاجة زي دي. وهتكلم معاكم النهاردة عن أفضل مركب طبيعي لمحاربة الشيخوخة والمشاكل الصحية المرتبطة بعمليات التقدم في السن، الريسفيراترول. قبل ما نبدأ بس هفكركم سريعا إن حجز الاستشارات بيتم عن طريق الموقع الإلكتروني، سواء استشارة أونلاين عن طريق الفيديو كول أو إن أنتوا تشرفوني بالزيارة في مكتب دولي. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة وسبسكرايب للقناة لو أنتوا أول مرة تشوفوني. يلا بينا نبتدي. أنا ندى حرفوش ودي قناة تربية. الريسفيراترول يعتبر واحد من أقوى المركبات النباتية الطبيعية في محاربة الشيخوخة، وواحد من أقوى مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب. خلونا نشوف واحدة واحدة إيه هي آليات العمل بتاعته وده ممكن يساعد مين. أنا بشوف إن أهم حاجة بيعملها الريسفيراترول هو إن هو بيعزز عمليات الالتهاب الذاتي الأوتوفاجي. كنا اتكلمنا قبل كده عن الميتوكوندريا اللي هي وحدات إنتاج الطاقة في الخلايا، وقلنا إن كل ما عمليات تجدد الميتوكوندريا تمت بكفاءة كل ما كانت كل الوظائف الحيويه للجسم افضل. خلايا الميتوكوندريا بتتجدد عن طريق عمليه اسمها الميتوفاجي، نوع محدد من انواع الالتهاب الذاتي بيستهدف خلايا الميتوكوندريا التالفه، بيساعد الجسم ان هو يتخلص منها ويستخدمها كمصدر للطاقه. عمليه ازاله الميتوكوندريا التالفه دي بتعزز صحه الميتوكوندريا السليمه وبتزود قدره الجسم على ان هو ينتج وحدات طاقه، وحدات ميتوكوندريا جديده. فكل ما العمليات دي تتم بكفاءه اكبر كل ما اخرنا وبعدنا فرص الاصابه بالامراض المرتبطه بانخفاض وظيفه الميتوكوندريا، زي مثلا انخفاض قدره الجسم على ان هو يؤدي عمليات الاستقلاب او ايض الطعام، احنا بنسميها عمليات الحرق، فتبدا مشاكل صحيه كتير زي مشاكل الغدد والسمنه وامراض السكر وكمان مثلا امراض التنكس العصبي. ففي حاجات قليله قوي في الطبيعه هي اللي بتعزز عمليه الالتهاب الذاتي دي، معظمهم محتاج مجهود زي مثلا الصيام لاكثر من 16 ساعه، ممارسه التمارين الرياضيه خصوصا التمارين الشاقه. الريسفيراترول بيعمل كده كمان من غير مجهود، هو بيعزز عمليات الالتهاب الذاتي مش بس عن طريق تحسين صحه الميتوكوندريا، لا هو بيعمل كده اصلا بشكل مباشر عن طريق تثبيط البروتينات اللي هي بتعطل عمليات الالتهاب الذاتي، وبيعزز نشاط بروتينات SIRT1، دي بروتينات مرتبطه بطول العمر وتنظيم عمليات الالتهاب الذاتي في الجسم. فبس خلاص كده مش هنتكلم في موضوع الالتهاب الذاتي تاني. طبعا تاثيرات الريسفيراترول على الالتهاب الذاتي بتكون سبب مباشر في تاثيراته الايجابيه على جميع المشاكل الصحيه خصوصا المرتبطه بارتفاع معدلات الالتهاب. الشيخوخه اصلا ما هي الا عمليات التهاب منخفض الشده ولكن مزمنه وبدرجه اكبر من اللي بتحصل عند الشباب والناس الاصغر في السن، لان جسمهم بيكون عنده قدره افضل على عمليات الاصلاح والتجدد. فاحنا هنا نقدر نتكلم عن الجهاز المناعي مثلا. الريسفيراترول تاثيراته رهيبه فيما يخص مساله تقويه المناعه وتحفيز الجهاز المناعي على التعرف على الاجسام الممرضه ومحاربتها بصوره افضل، وده يندرج تحت بند تعديل وظيفه المناعه. تعديل وظيفة الجهاز المناعي يعني تحسين حالات المناعة الذاتية، وإن هو كمان يقدر يساهم في علاجها زي الروماتويد، الذئبة، الصلب المتعدد، أمراض الأمعاء الالتهابية وغيرهم كتير، لأن هو بيقلل الالتهاب. وفي نفس الوقت تعديل المناعة يعني تعديل الاضطرابات اللي بتتسبب في مهاجمة الجهاز المناعي لأعضاء الجسم عن طريق الخطأ. وعلى ذكر الروماتويد والتهابات المفاصل، كنا اتكلمنا قبل كده عن أهمية الريسفيراترول لإعادة بناء الغضاريف ومنعها من التدهور عن طريق تعزيز تكاثر خلايا الغضاريف وتثبيط تغيرات الميتوكوندريا في خلايا الغضاريف اللي هي الحاجة اللي بتسمح بتدهور حالة الغضاريف. لو عندك أي مشكلة مرتبطة بخشونة المفاصل أو تآكل الغضاريف ممكن نرجع للحلقة دي. عايزه بس اكلمكم شويه عن ازاي هو من اهم المركبات في محاربه الخلايا السرطانيه. طبعا مضاد اكسده قوي، مضاد للالتهاب، مقوي للمناعه، بيعزز الاوتوفاجي، كل دي عمليات مهمه جدا لمحاربه السرطان. بس هو لسه بيعمل حاجات تانية، هو عنده القدره على تثبيط نمو وتكاثر الخلايا السرطانيه
عن طريق تنظيم بروتينات معينة وتعزيز عمليات موت الخلايا المبرمج اللي هو ما بيحصلش بالشكل الصحيح مع الخلايا السرطانية، فبالتالي بيسمح بتكاثرها، بيمنع تكوين أوعية دموية جديدة علشان هي دي الأوعية اللي بتقوم بتغذية الأنسجة السرطانية، فبيحد من قدرة الخلايا السرطانية كمان على الانتقال لأماكن تانية في الجسم. فلو عندك تاريخ عائلي مع الإصابة بالسرطانات فأنت محتاج تشتغل على الوقاية أكتر من أي حد تاني. العامل الوراثي لوحده مش حاسم، لكن ما ينفعش إن احنا نتجاهله. فلو كنت مصاب أو عايز تحمي نفسك استخدم الريزفيراترول بشكل متكامل. بالنسبة لأمراض التنكس العصبي اللي كمان العامل الوراثي بيلعب دور فيها، زيادة الالتهاب والتقدم في السن وتلف الميتوكوندريا وعدم قدرة الجسم على إزالة الميتوكوندريا التلفة بيلعب دور مهم جدا جدا في الإصابة بيها ومدى سرعة تدهورها. ريزفيراترول بيقدر يصلح كل المشاكل دي وبيقدر يمنع تراكم بروتينات الأميلويد في الدماغ، ودي من أهم مسببات الإصابة بالألزهايمر. كمان بيزود مستويات الدوبامين وبينظمها، ومعروف طبعا إن خلل الدوبامين هو أحد أهم العوامل المرتبطة بمرض باركنسون. عنده كمان خصائص بتحمي الخلايا العصبية من التلف، وبيشتغل على تثبيت الإنزيمات اللي هي بتسبب تحلل البروتينات العصبية. من ضمن المشكلات كمان المرتبطة بالتقدم في السن هي مشاكل القلب والأوعية الدموية وارتفاع احتمالية الإصابة بالجلطات. زي ما قلنا قبل كده كتير قوي إن ده ما بيحصلش بسبب ارتفاع الكوليسترول زي ما حفظونا، ده بيحصل بسبب زيادة الالتهابات، وزيادة الالتهابات هي اللي بينتج عنها ارتفاع في مستويات الكوليسترول، ولما الاتنين يتجمعوا مع بعض بتزيد احتمالية حدوث الجلطات. الريزفيراترول بيعزز مرونة وتوسع الأوعية الدموية وبيحسن من تدفق الدم، وده بيصعب جدا فرص حدوث الجلطات. كمان بيقلل الصفائح الدموية، تراكم الصفائح الدموية اللي هو واحد من أهم العوامل اللي بتساهم في تكون الجلطات. نتكلم شوية بقى عن الحاجات المهمة، ايه اهميته لتاخير الخطوط والتجاعيد وعلامات التقدم في السن. هو احنا ليه اصلا لما بنكبر بيظهر لنا خطوط وتجاعيد اصلا؟ علشان جسمنا ما بيقدرش ينتج كولاجين بنفس الكفاءه اللي كان بينتجه بيها واحنا اصغر في السن. فلو في حاجه تقدر تساعد الجسم ان هو يقدر يحافظ على مستويات الكولاجين، اكيد الحاجه دي هتقلل ظهور علامات التقدم في السن. ريزفيراترول بيثبط نشاط الانزيمات اللي بتكسر الكولاجين، وفي نفس الوقت بيعزز انتاج الكولاجين، ده غير ان هو كمان بيعزز حاجز البشره، وده مهم جدا للحفاظ على ترطيب الجلد، في حين ان الجفاف هو واحد من اهم العوامل اللي بتسرع ظهور علامات التقدم في السن. فتقدري تعتبري الريزفيراترول جزء من روتين العنايه بالبشره بتاعك. الريزفيراترول بيكون موجود في مصادر طبيعيه كتير، زي مثلا قشور العنب الاحمر، موجود في كل التوتيات تقريبا، موجود في الدارك شوكليت، بس هو بيكون موجود بجرعات بسيطه جدا جدا جدا، ما تقدرش تحقق النتائج اللي احنا اتكلمنا عنها. علشان كده الريزفيراترول واحد من العناصر اللي احنا لازم نحصل عليها من المكملات الغذائيه. جرعته اليوميه بتوصل حتى 500 مللي جرام، هسيب لكم لينكات لافضل الانواع في صندوق الوصف او في اول كومنت تحت الفيديو. تقريبا مفيش محاذير استخدام كتير مع الريزفيراترول، لكن هنتجنبه لو بناخد ادويه مسيله للدم، خصوصا ادويه الوارفارين. ولو بعد الحلقه دي لقيتوا نفسكم مهتمين تعرفوا اكتر عن عمليات الالتهاب الذاتي وطرق تعزيزها بشكل طبيعي، هتلاقوا تفاصيل اكتر عن الالتهاب الذاتي في الحلقه اللي هتظهر بعد شويه. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه وسبسكرايب للقناه لو انتوا اول مره تشوفوني. متنسوش كمان تسيبوا الموضوعات اللي عايزين نتكلم فيها في الحلقات الجايه في الكومنتس، وتبصوا على رابط حجز الاستشارات في صندوق الوصف. اشوفكم الحلقه الجايه، باي باي.